بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، طابت ليلتكم بكل خير، مرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب الذي نتابع فيه آخر الركض الآسيوي هذه المرة، ثم آخر الأحداث في أروقة الأندية السعودية المحلية. نتابع كالمعتاد في البداية بهذه العناوين. الهلال يقلب النتيجة على الجزيرة وينهي آماله آسيويا. ياسر القحطاني يعزز حظوظ فريقه في التأهل إلى دور 16. أكالديرون بثقة، فريقي بطل يخسر لكنه يعود. الاتحاد رسميا إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا. مستوى باهت وقلق جماهيري من فقدان الصدارة. الملعب يعرض صورا لأول مرة لكؤوس أبطال دوري زين. وعلى ذمة الملعب رسميا خليل جلال للنصر والهلال.